راهو انا واثق اللي اغلب الحاضرين مقتنعين عليه بلا يعرف المبادئ الكبرى نتاعو من الناحيه القانونيه على مستوى الدستور ومن بعد على مستوى التشريع. اراه انه في نظري يخلق بداهه عديد الابواب في الدستور. لا ارى كيف ان هذا المشروع يحترم التزام السلطه التاسيسيه والمؤسسين الذين قالوا منذ الفقره الاولى اننا نقطع مع الظلم والحي والفساد. وهذا الاسلوب العمودي والمسقط يذكرنا بنظام بن علي خاصه في توقيته، فهو تنزل في رابع تشرين وكما نكبتنا في نكبتنا نهار في اليوم في فرنسا. هذا الفصل اقصى السلطه التشريعيه واقصى السلطه القضائيه. توجه بعد الثوره الهيئات واللجان الكل ليزي الهيكا المجلس على القضاء المحكمه الدستوريه المرتقبه المحكمه الدستوريه الوقتيه كلها فما تدافع بين ثلاثه سلطات. نلقاو قضاه الممثلين، نلقاو البرلمان يتدخل ان في تقديم مترشحين ان في اختيار المعايير يدخل نوع باخرى يتدخل. لهنا السلطه الثانيه مقصيه ثانيه. الخرق الرابع ودائما في التوقيع الحكم الرشيد لابون غوفرنونس الحكم الرشيد من ابجدياته المسؤوليه والمحاسبه والشفافيه. لكن هذا راهو لا في محاسبه ولا في شبابيه. يندرج في اطار التزام الدوله بتطبيق منظومه العداله الانتقاليه، دونك تم التنصيص عليها في جميع مجالاتها والمده الزمنيه المحدده للتشريع المتعلق بها. ديما الانتهاكات المتعلقه بالفساد المالي محشوره في القانون. دونك جاء القانون هذايا وحب ياخذ الانتهاكات المتعلقه بالفساد المالي والاعتداء على المال العام وياخذ بالخصوصيه اللي تم تجاهلها في القانون نتاع العداله الانتقاليه ويقر لها اجراءات خاصه. اجراءات هذه في اطار احداث لجنه تم الاستئناس فيها بعضوين من هيئه الحقيقه والكرامه، دونك باش تنظر لنا في الملفات، باش توصل لنا لصلح مع كل شخص حصلت له منفعه في اطار الاعتداء على المال العام ولا الفساد المالي. الصلح هذا يقتضي وان الدوله تقدم من عندها توقيف المحاكمات والعقوبات وتاخذ مقابل هذايا المبالغ اللي تم الاستيلاء عليها ونوصفوا عليها مبلغ مالي يقدر ب 5% بعنوان كل سنه. والصلح هذايا سيتم اكسائه بالصيغه التنفيذيه وكما يعرف السيد احمد سويب هي من اختصاص القضاه. دونك بعد ما تكمل اللجنه الخدمه نتاعها دونك مش تحيل التقرير نتاعها لهيئه الحقيقه والكرامه باش يقولوا انه راه فما كونتينيتي في العداله الانتقاليه. مش تحيل التقرير نتاعها رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس نواب الشعب. طرح هذا الموضوع وكان المجتمع التونسي منقسم من مع المصالح من ضد المصالح، هو طرح خطا وطرح مغلوط. كل المجتمع التونسي والشعب التونسي مع المصالح الوطنيه التي هي مدستره في الدستور فصل 148 في النقطه التاسعه وكذلك هي سابقه في قانون العداله الانتقاليه، بالتالي كل الاعمال كانت توافقيه واصبح العكس. مشروع قانون اللي كان قانون احادي الجانب المتعلق بالمصالح في المجال الاقتصادي والاجتماعي، لم يتم استشاره اي طرف بما فيها هي الحقيقه والكرامه، حتى الاحزاب اللي مشاركه في الائتلاف فوجئت به ولم يتم استشارتها، بالتالي غاب عنه التوافق اللي موجود. اثنين، المصالح التي يتحدثون عنها اليوم ليست بجديده واللي تحدث كانها هي جديده او شمس بزرة على الشعب التونسي اليوم، والمصالح موجوده من قبل انقلنا وطالب بها عديد الجمعيات والاحزاب والمنظمات والشخصيات، وبالتالي اذا كان عندك انت قصر فما الداعي اذا كان باش تبني مسجد جديد. هذا الموضوع موضوع انت كانت الفساد المالي داخله في صلاحيات هي الحقيقه والكرامه، مكونه لجنه منذ نوفمبر 2014، اللجنه هذه حط دليل الاجراءات وشرعت كل ملفاتها بصدد معالجه الملفات، قبلت 250 ملف طالبي تحكيم ومصالحه فيهم قله قليله من طالبي تحكيم ومصالحه في ملفات الفساد المالي، والبقيه طالبي تحكيم ومصالحه في بقيه الانتهاكات، بالتالي لا داعي وليس هناك اي ضروره لاصدار قانون جديد، مشروع قانون جديد كان سببا في التوتر وفي الاحتقان في الشارع، كان سببا في اختلاف كل القوى حول مهما كان مسارها. المشروع هذا مشروع معناها اولا يضرب استقلاليه المصالحه ضد المعايير الدوليه للمصالحه، القانون هذايا باستثناء الرشوه
يعفي على جميع الموظفين العموميين المتورطين في الفساد ويسقط عليهم التتبعات، كأنه المقابل اللي ياخذ موظف عمومي يعني يتورط في الفساد هو الرشوة العينية مش الرشوة عن طريق الترقية مثلا ولا حاجة من النوع هذاك. القانون هذايا أيضا يعني يوفر رجال الأعمال إمكانية ديكلاراسيون من غير من ضرورة ديكلاراسيون تاع قداش سرق ولا قداش هزوا، من غير ضرورة ووجوب التحقيق. القانون هذايا تو كنت نسمع السيد أحمد قال لنا باش ينقذ الاقتصاد، يعني نحن باش نجيبوا الناس المسؤولة على إفلاس الاقتصاد كيف ما قال، ما قالوش نحن، قالوا البنك الدولي في التقرير تاع مارس 2014 تاع All in the Family قال بوضوح راهو الناس المسؤولة على إفلاس الاقتصاد هي الحاشية عايش بن علي والحاشية بتاع بن علي، والمسؤولة عليه ما يتجاوز 0.5% من الناتج الدولي الخام كانوا مستولين عليه هما. سيد باجي قال سبسي جاي مهمة، مهمة إصدار القانون هذايا، أنا كي جي بعد باردو عملية باردو جي بعد نهارين 20 مارس في القصر الناس كل جاي حتى وحدة وطنية التراب يقول لهم ما يجمع بقانون المصالحة، بعد عملية سوسة المبادرة الرئيسية اللي عملها سبسي هي قانون المصالحة، السيد الرئيس جايب مهمة أساسية تمرير القانون هذايا مهما كان الثمن تحت ذريعة الإرهاب، قانون الطوارئ في شارع الدولة هذايا سيمنع الناس كيف ما حاولوا يمنعوهم قبيلة بركة في شارع بوركينا. أول حاجة أنا ما نجمش نحكي على قانون تاع مصالحة اقتصادية ووطنية على منعزل بالوضعية الاقتصادية اللي عايشينها في البلاد. تونس منذ 14 جانفي 2011 إلى حد الآن وخرت على جميع المستويات. اليوم نحكيه على نسبة نمو معناتها نتاع 0%، باش نكملوا عام 2015 بنسبة نمو سلبية. اليوم تونس ما عادش فيها استثمار، ما عادش فيها مستثمرين، اليوم مناخ الأعمال نتاعنا سلبي. التطبيع تاع الفساد هذايا هو اللي باش يرسل الثقة للمستثمرين الاجانب اللي هما ديجا كانوا خايفين من وضع بتاع الكليبتوقراطي بتاع يعني راس ماليه المحابيه اللي موجوده قبل الثوره واللي تو شفت فيها قاعده تتواصل. عمليه قانون المصالحه هي اكبر ضربه للاستثمار في تونس ومصداقيه الاستثمار في تونس. علاش السيد الرئيس السبسي مخلي كل شيء على جنب ومشى وحده في البيروات تاع القصر وعمل القانون من راسه؟ فاش قام عندك انت اليات تحكيو المصالحه الا اذا فما ناس معنيين بشكل خاص بالتبييض الفساد والتبييض السرقة اللي عملوها. هذاك الشيء الوحيد اللي يفسر انه يخلي الاحكام الانتقاليه الموجوده في الدستور على جنب ويمشي في الغرف المغلقه بعد جوز عمليات ارهابيه ويخرج لنا مشروع قانون تاع مصالحه على القياس تاع الاحزاب اللي تعملته في الحمله الانتخابيه. استفيد بجو مؤسسه مصادره، شكون رئيس المدير العام نتاعها وشكون المالك نتاعها؟ سي عبد الرحيم الزويري من رموز النظام السابق. هي معناتها معناتها التطور تاع العداله الانتقاليه وناس في انتحار في الفساد. اليوم نحب ننظر الامور اللي بالقانون هذايا ونحب نعمل حاجه، نحب نحي بعض الحقوقيين وبعض السياسيين اللي استغلوا هالكليما هذايا وابتزوا رجال اعمال، فما رجال اعمال وقع ابتزازهم من طرف بعض الاحزاب السياسيه واخذوا من عندهم مليارات وقالوا نظفوا لكم دوسياتكم ونظفوا لهم دوسياتهم. الفساد اللي صار بعد الثوره تفاقم وزاد واستقحب. اليوم عندي كام تاع صفات ايرلاينز سي محمد فيخر السي ام اف كونسي دي مارشي فينونسي قال شيء مهول، السيد اللي عمله هذا الشيء اللي عمله هذا معناتها كذب وطبعيه وغلط فهمتي لي بتيز اكسيونير وشركه فاسده وزاد كملت فهمتي معناتها دخل في منتهيات مع شركه عجين اكثر من 20 مليار وشركه لواسيا اكثر من 20 مليار وديكوفير بوكير. السيد هذا فينو عنده حصانه برلمانيه ومحمي باسم الثوره التونسيه.